يعيش نزلاء السجن المركزي في المحويه اوضاعا صعبه في ظل انعدام الغذاء والدواء والماء، حيث اطلع النائب العام على احوال النزلاء في السجن وقرر الافراج عن 16 سجين. خلف القضبان ثمة سجناء يفتقرون للغذاء والدواء، يتجرعون الألم والحصار مرتين، فالحالة الاقتصادية التي يمر بها الوطن جراء العدوان أثرت عليهم. النائب العام ومعه رئيس محكمة استئناف المحويه ومدير الأمن ووكلاء وأعضاء النيابات اطلعوا على أحوال السجناء في إصلاحية السجن المركزي في المحويه وأوضاعهم المعيشية، حيث تم الإفراج عن 16 سجينا. وجدنا الحقيقة أنه في مشاكل خاصة بتأخر النظر في القضايا من بعض الحكام، ويعني أبدى رئيس الاستئناف التعاون الكامل في ضرورة حث القضاة على سرعة البت في هذه القضايا. وبالنسبة للنيابة العامة اطلعنا على أوضاع النيابة العامة ويعني مستوى أدائهم والتصرف في القضايا، وحثيناهم على سرعة التصرف في القضايا طبقا للقواعد القانونية. تم الإفراج عن 16 سجين من بين السجناء الذين تبين لنا بأن بالإمكان الإفراج عنهم طبقا للقانون. الرعاية الصحية والتغذية، فنحن قد لمسنا ولمس الأخ النائب العام ما يعاني أنه نزلاء السجن المركزي في محافظة المحويت من نقص الغذاء وكذلك المياه، انقطاع المياه منذ فترة وجلب الماء بالوايت. هذا ليس إلا حل مؤقت، ونأمل من المصلحة أن تتفهم مسؤوليتها وتقوم مسؤوليتها في توفير المياه والتغذية لنزلاء السجن المركزي. لم تقتصر الزيارة على السجناء، بل تم الاطلاع عن قرب على حال السجينات اللواتي يفتقرن لمتطلبات كثيرة أبرزها الغذاء وجلسات الدعم النفسي والإسراع في السير في إجراءات المحاكمة، فحالة المرأة داخل السجن تحتاج إلى مزيد من الرعاية النفسية والفصل السريع في قضاياها، إذ أن محافظة المحويت لا يوجد فيها محكمة جزائية مستقلة، ما جعل إجراءات التقاضي تطول. تم تدارس قضايا كل سجين على حدة يوم أمس مع الإخوة وكلاء وأعضاء النيابة ورئيس نيابة المحافظة، وراجعنا كل سجين أو كل قضية سجين على حدة. تبين أن معظم القضايا لا زالت رهن المحاكم، وهناك قضايا رهن التنفيذ لا زالت طبعا متعلقة بحقوق خاصة وهي ديات أو قروش. تابعت حالة المحابيس ومعرفة وضعهم، ومن أمضوا ثلاث أرباع المدة ليتيسر للنيابة العامة الإفراج عنهم بانقضاء ثلاث أرباع المدة، وكذلك معرفة حالة السجناء وأوضاعهم المعيشية والسكنية وفي ظل الحصار والعدوان الذي تعيشه بلادنا. زيارات كهذه مفاجئة تعمل على تخليص أشخاص من السجن ممن قضوا ثلاث أرباع المدة المحكومة بها وممن يفتقرون للمساعدة المالية، فبين أسوار إصلاحية سجن المحويت أكثر من 220 سجينا وسجينة قد ينالهم العقاب مرتين، مرة بالسجن وأخرى بالجوع وانعدام الماء والدواء، ما يتطلب تدخلا عاجلا من مصلحة السجون والمنظمات الإنسانية والإغاثية لتأهيلهم والتخفيف من معاناتهم، تمهيدا لإعادة دمجهم في المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين. عارف الشماع، قناة اليمن اليوم، المحويت.